بس خلي دائما يوزعون والاهلياتهم دائما تفتح. ماكو ما ابغى لازمه. كيف تعمل لك؟ 450. وعيد المكيف شلون؟ والله زين يعني مشي. مشي زين. والله سجلت 100 بس يمكن غزلاني مظل مفتحه. حكوميات. برها جيب 12 الا ربع مفتحه. والله نريد منهم بالزمن البنزين يكون متوفر. انا اتمنى السيارات يظلون المحطات يظلون للساعه 12 بالليل، ما يظل اي هذا اي ازمه. اي والله. والله انا جاي من الاقليم افول. والله السبب عندنا بنزين لتر بس 900، هنا ب 450. ونتمنى من الموصل يظلون للساعه 12 بالليل. ما يظل اي ازمه. هاي مجموعه ثقه. والله ماكو دقائق. الحمد لله الازمه فرجت الحمد لله. يا ما طولت اكثر من يومين يمكن. والله ما صار لي 3 دقائق. 3 دقائق؟ اي والله. طبعا هذاك الاسبوع الماضي دمرنا. اذا لقد يعني 24 ساعه ساعات متاخر بالليل راح يتلف على اهله؟ طبعا ما يظل ازمه. بغداد وين والموصل وين؟ فرق. فرق السكان، السيارات هواية أزياد، زخم عليها بغداد، أزيد من الموصل. مثلا كل العراق يجي على بغداد وتجي على البنزين خانة تفول ثواني تطلع. مجرد أنه يظل المنتوج متوفر أهم نقطة. هذه نظام الزوج الفردي لو ينلغي يكون أحسن، والمحطات تكون شغالة وقت متأخر، هذه أهم نقطة. نعم. اي طبعا هذاك كان حيل مزعج. حي مزعج، انت ما تطلع بالسياره وما مفتح لك جزمات لقي بنزين. خلاص تمشي براحتك. ما يضل اي ازدحام. للتالي ما يضل ازدحام. اصلا ما يضل ازمه. تفول باي وقت. كل المحافظات بها بنزين 24 ساعه، بس عندنا له وقت محدد.